وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين يظهر بالبينة أنه الحق جل في علاه وأن دينه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون تبحثون عن الآيات وأجسادكم مليئة بالمعجزات. إذا جرى أحدنا لفترة طويلة يصاب بشد عضلي بطبيعة الحال، مضطر، هو مضطر للتوقف، فإذا استمر أكثر قد تصاب العضلة بالتمزق. هناك عضلة في جسم الإنسان لو توقفت لمات الإنسان، عضلة القلب. لا يوجد عندها أي وقت للراحة، تبدأ عملها في الأسابيع الأولى من تشكل الجنين ثم تستمر في الحركة حتى آخر لحظة في حياة الإنسان. لا يوجد هناك أي وقت للراحة عند هذه العضلة لأنها مصممة هكذا. لماذا صممت هكذا بأن لا تحتاج إلى راحة؟ لأنها لو ارتاحت لمات الإنسان. إذن هناك خطة قبل الخلق. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. كيف يوصل هذا القلب الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية لبقية أجزاء الجسد؟ عن طريق الشرايين، ثم الشرينات، ثم الشعيرات الدموية، ثم في النهاية إلى الأوردة، ثم يعود مرة أخرى في دورته الدموية إلى القلب. كل واحد من هذه الأوعية الدموية له طبيعة، فالشريان مصمم بطريقة مذهلة كبقية الأوعية الدموية. أنت عندما تريد أن توصل الماء من الحديقة إلى سطح المنزل، أنت تحتاج إلى مضخة، تحتاج إلى أنابيب. هذه المضخة لو كانت قوة الدفع أكبر من الحاجة لانفجرت الأنابيب، ولو كانت أضعف لما وصل الماء إلى الأعلى. من الذي حدد قوة تدفق الدم؟ من الذي حدد قوة نبض القلب؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو كان الأنبوب قطره أكبر مما يحتاجه الجسم، لو كان الأنبوب قطره أكبر مما يحتاجه الماء للوصول إلى سطح المنزل، لن يصل الماء. لماذا؟ لأن قطره أكبر من قوة ضخ الماء، لا يوجد هناك تناسب بين قوة الضخ وبين قطر الأنبوب، لذلك يجب أن تضيق الأنبوب بطريقة مناسبة. لكن لو كان الأنبوب أضيق مما ينبغي لانفجر الأنبوب بسبب قوة الضخ. إذن يجب أن يكون قطر الأنبوب مناسبا لقوة الضخ ومناسبا للمسافة بين المضخة وبين السطح. من الذي حدد كل هذا في جسم الإنسان؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لكن قوة ضغط الماء، قوة ضغط الدم في جسم الإنسان متغيرة، لذلك صمم الشريان بطريقة مذهلة. يتكون من ثلاث طبقات: الطبقة الخارجية، ثم الطبقة العضلية، ثم الطبقة الداخلية. والطبقة العضلية تنقبض عندما يحتاج الجسم
إلى تضييق الشريان ليصل الدم إلى جميع أجساد الجسم، وإذا أراد الجسم أن يخفف من ضغط الدم انبسطت العضلة. هذا التحرك ذاتي، وهذا لا يوجد في كل أنابيبنا الصلبة. من الذي صمم هذا وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ ثم بعد ذلك ينتقل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى الشرينات، ثم من الشرينات إلى الشعيرات الدموية، ثم الشعيرات الدموية لها جدران رقيقة تسمح بانتقال العناصر الغذائية والأكسجين من داخل الشعيرات الدموية إلى أنسجة الجسم في كل أنحاء الجسد. لو لم تكن هذه الخاصية موجودة في جدران الشعيرات الدموية لما كان هناك حياة. من الذي صمم الشعيرات الدموية بهذه الطريقة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لكن الأنسجة بعد أن تتغذى يوجد هناك فضلات، كيف تتخلص منها؟ تنتقل الفضلات وثاني أكسيد الكربون إلى الشعيرات الدموية بذات الطريقة عن طريق الغشاء الذي يسمح بمرور هذه العناصر إلى داخل الشعيرات الدموية، ثم ينتقل الدم عن طريق الشعيرات الدموية إلى الأوردة، ثم الأوردة لها طريقان، طريق إلى الكبد لتصفية الدم من الفضلات، ثم إلى القلب ليضخه من جديد في عملية انتقال الدم في الدورة الدموية المعروفة المذهلة بنفس الطريقة إلى جميع أجزاء الجسد ومن ضمنها إلى الكلية والكبد لتصفية الدم. فالدم يصفى في رحلة الذهاب في الكلية والكبد وفي رحلة الإياب في الكبد، ففي الكبد يصفى مرتين. الكبد عالم مذهل، هو أعظم من كل مصانع الأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نسبة لزوجة الدم هي ما بين 3، طبعا في درجة 37 درجة مئوية، ما بين 3/10 أس ناقص 3 إلى 4/10 أس ناقص 3، يعني .0003 إلى .0004. من الذي حدد نسبة اللزوجة ولماذا؟ لأنها لو زادت نسبة لزوجة الدم بأن تقل نسبة الماء في الدم لحدث هناك تخثر وتجلط للدم، فكثرت الجلطات وقد يموت الإنسان. لكن ماذا لو قلت نسبة اللزوجة بأن زادت نسبة الماء في الدم؟ لحدث هناك سيلان، فأي جرح في جسد الإنسان يستمر الدم في التدفق فيموت الإنسان. من الذي حدد نسبة لزوجة الدم؟ إنه الله جل في علاه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. محيط الأرض قريب من 40,000 كيلومتر. لو أننا جمعنا كل الشرايين والشرينات والشعيرات الدموية والأوردة في جسد الإنسان ثم وصلناها ببعضها البعض لبلغ طولها 97,000 ونيف كيلومتر، قريبا من 100,000 كيلومتر، أي ما يعادل محيط الأرض مرتين ونصف. لو كانت أقل من ذلك لما استطاع الإنسان الاستمرار في الحياة، لأن العناصر الغذائية والأكسجين لا تنتشر في جسد الإنسان. من الذي صمم هذا التصميم المذهل؟ هذا الدم
يغذي ما يعادل 10 تريليون خلية في جسد الإنسان، كل خلية أعظم من كل مصانع الأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ سبحانك، ما أعظم شأنك، سبحانك، ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أقله في جنب قدرتك.